الأمنيات الثلاثة، حكاية من التراث الأوروبي. كان يا مكان في قديم الزمان، كان رجل عجوز يعيش مع زوجته في قرية نائية بعيدة، وكان هذا العجوز أكثر رجال قريته كسلاً. كانت زوجته تشكو من كسله دائماً وتخاطبه بكلمات جافة لاذعة. سيئاً، هذه الحياة مع هذا الرجل. انهض أيها الرجل، انهض أيها الكسول. لم لا تعمل؟ لم لا تعمل؟ قم هيا اعمل هيا. حسناً أيتها الثرثارة، ها قررت أن تعمل؟ هيا. ماذا تقصد؟ أريد بعض النقود لأشتري العصير. ماذا تقول؟ يا لك من كسول. هيا يا إلهي، من خارج البيت ثانية يا إلهي. لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يطرد فيها الرجل الكسول خارج بيته، ولكنه اعتاد على اختلاق الأعذار المناسبة كي يعود إلى البيت، إلا أنه لم يخطر بذهنه عذر جيد هذه المرة. وهكذا أخذ الرجل العجوز يقلب الأعذار في ذهنه علّه يجد ضالته، وفجأة سيدي أرجوك النجدة. من هناك؟ أين أنت؟ هنا أسفل الشجرة. ونظر الرجل العجوز إلى جذور الشجرة فشاهد عربة صغيرة جميلة وبداخلها فتاة جميلة. أرجوك النجدة يا سيدي، لقد سقطت عربتي في هذه الحفرة ولا أستطيع الخروج منها. معذرة، فأنا لا أستطيع مساعدتك يا بنيتي، إنني رجل عجوز وضعيف جدا. ولكن العربة صغيرة يا سيدي، باستطاعتك أن ترفعها بسهولة. حقا؟ إذن سأساعدك. وهكذا تقدم الرجل العجوز مكرها من العربة ورفعها إلى الأرض. شكرا جزيلا لك، سأكافئك على كرمك هذا. هل أنت متزوج؟ أخبرني. أجل، ولكني لست على وفاق مع زوجتي، إنها عصبية المزاج جدا. يا لها من زوجة مزعجة، لما لا تتركها وتتزوجني بدلا منها؟ ما رأيك بذلك؟ أخبرني. كلا، هذا مستحيل، نحن نعيش سويا منذ 50 سنة. نعم حقا. حسنا، سأمنح زوجتك هذه 3 أمنيات. 3 أمنيات لزوجتي؟ أجل، ولكن تذكر، أمنيات 3 فقط. قالت الفتاة كلماتها تلك وانطلقت في الهواء مسرعة، ثم اختفت عربتها ذات الخيول الأربعة. عاد الرجل العجوز إلى بيته ليقص على زوجته ما حدث. لك ولقصصك التي لا نهاية لها أبدا. كلا يا زوجتي، هذا ما حدث، يجب أن تصدقيني. كلام فارغ، أنت تحلم دائما، لا شك بأنك لبت في مكان ما. كفايها، لماذا لا تحاولين طلب أمنية واحدة؟ ها؟ بدلا من هذا الهراء، هيا فكر لنا بطعام مناسب. كم كنت أتمنى أن أتناول السجق. يا للمفاجأة، سرعان ما ظهر الكثير من السجق. أصيبت الزوجة بالذهول هي وزوجها، لم يكد يصدق أحد منهما ما رأته عيناه. السجق حقيقي، نعم. أما زلت تشكين بقصتي؟ ها تكلمي.
بقي للزوجين الآن أمنيتان فقط، فجلسا يفكران بهما بعمق وتروي. ما رأيك في أن نصبح ملكا وملكة؟ ما رأيك؟ ملكة. لا كلا، لن يتبقى لنا سوى أمنيتين، ملك وملكة. ولكن من أين لنا بالقلعة؟ والملكة بدون القلعة كالشاي بدون السكر، هذا معروف. نعم. ما رأيك أن نعود شابين ثانية؟ أجل كما كنت سابقا. لقد تغيرت كثيرا. تريد أن تصبح شابا لكي تتزوج واحدة أخرى؟ ها؟ لا. ولكن ما فائدة الشباب بدون مال؟ يجب أن تعمل، تفهم؟ يجب أن تعمل. أنا أعمل؟ ماذا تقولين؟ لا أريد أي أمنية إذا كنت سأعمل. أرجوك لا أعمل. وحالما سمعت الزوجة كلمات زوجها غضبت. يا لك من رجل مخيف، أراك تفضل الكسل على الشباب. لقد نلت منك ومن كسلك ما يكفيني. لن أفعل شيئا آخر من أجلك، ولن تنال سوى هذا السجق، وكما تمنى أن يتدلى من أنفك. نعم يتدلى من أنفك وتصبح لا. وهكذا نطقت الزوجة بالأمنية الثانية دون أن تشعر. وتحققت الأمنية الثانية للزوجة فورا، والتصقت قطعة السجق بأنف الزوج. خلصيني من هذه الأمنية الرهيبة، خلصيني. أنفي. حسنا، هذا مفيد لك. حسنا، سأتركها كما هي لأنك تستحق أكثر من ذلك. كفاك مزاحا، أسرعي، استخدمي أمنيتك الأخيرة، هيا خلصيني منها. كلا، لن أستعمل أمنيتي لصالحك، وإنما ستكون لصالحي. أنانية، تفكرين بنفسك فقط. أنا الأنانية؟ إنه أنت الأناني، أناني جدا. وهكذا تشاجر الاثنان من جديد، حتى ألم بهما تعب شديد فذهبا للنوم. وفي منتصف الليل اجتذبت قطعة السجق بعض الفئران إليها، فتسللت الفئران إلى الرجل العجوز وأخذت تلتهم قطعة السجق التهاما. ولكن ماذا سيحدث الآن؟ وهكذا نطقت الزوجة بالأمنية الثالثة وأنقذت زوجها، وبهذا نفدت الأمنيات الثلاث. أرجو المعذرة. لا بأس عليك يا زوجي العزيز. سوف أعمل بجد دون كلل أو ملل، هذا عهد مني، صدقيني يا زوجتي. حقا يا زوجي. أجل، إنه وعد مني. كم أنا سعيدة. منذ تلك اللحظة أخذ الرجل العجوز يعمل مع زوجته
ويساعدها في كل شيء، فعاشا بسعادة بالغة. وهكذا أصبح الاثنان مثلا اقتدى به جميع أهل القرية.